قد تعلم أننا لم يكن لنا مبنى واحد يجمع فيه نجمع فيه جميع العاملين بالبورصة المصرية، وحتى المبنى الرئيسي في وسط المدينة لا يستوعب أكثر من 20 إلى 30 موظفا، يعني حوالي 10% من قوة العمل الموجودة بالبورصة. وبالتالي كانت فكرة إنشاء هذا المبنى من سنوات طوال أعتقد 3 إلى 4 سنوات، وكان الهدف الرئيسي منها هو تجميع جميع العاملين في مبنى واحد وتجهيزه بأحدث التقنيات. وقرار الانتقال هنا أخذنا بعين الاعتبار مدى حاجة بعض الإدارات للتواجد في وسط المدينة نظرا لعلاقات التعامل مع السوق هناك، وبالتالي 50% من الإدارات نقلت إلى هذا المبنى و 50% بقيت في وسط المدينة، ولكن أعتقد في فترة ما سنتقل جميع العاملين حتى يكون هناك تجمع واحد لجميع العاملين بالبورصة المصرية. يعني هل يمكن أن يكون هناك قاعة جديدة للتداول داخل المبنى؟ لا, لا, لا أعتقد في هذا المبنى، لا أعتقد ذلك، حتى إذا رأيت العديد من البورصات العالمية لا يوجد قاعة للتداول، ولكنها جزء من التاريخ، وهذا ما تركناه في وسط المدينة باعتبار أنه يمثل تاريخ البورصة المصرية. الأمر أيضا مرتبط بتحديث كامل بالنسبة للبورصة، لكن ليس مبنى جديد فقط وإنما تحديث أيضا للنظم الموجودة. هذا هو ما أشرت إليه، العملية لا تتعلق بمبنى ولكنها تتعلق بتقنيات ونظم تعامل وتطور في الأداء، وأعتقد هذا هو الهدف أو الرسالة التي يعني نود أن نرسلها، أننا لا ننتقل لهذا المبنى فقط لأنه مبنى جديد أو لأنه مبنى مميز، ولكنه مميز بتقنياته، مميز بأساليب عمله، مميز بوجود العاملين ووجود نوع من التواصل أكثر مما كنا عليه قبل الانتقال لهذا المبنى. أشرت منذ قليل إلى أنه سيكون هناك حملة ترويجية تقوم بها البورصة، ربما إعفاء لبعض المصروفات للشركات التي ستدرج في البورصة المصرية. عفوا، هذه حقيقة، أنا كان هناك حديث لي مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، وأعتقد أن هناك فكر أن نقوم بحملة ترويجية نعفي فيها الشركات الراغبة في القيد خلال فترة معينة من قيمة رسوم القيد تشجيعا لهم على سرعة القيد في البورصة المصرية. هل هناك شركات تطلب الإدراج خلال هذه المرحلة؟ هناك بعض الشركات وفي مرحلة استكمال الأوراق، ولكني في حل من ذكر اسمها، لست في حل من ذكر اسمها، وعندما نصل إلى قرار نهائي بشأنها سنخبركم إن شاء الله. ماذا عن الإجراءات الاحترازية المتبقية؟ هل سيتم إلغائها خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا بالتأكيد، يعني هذا الموضوع قد أخذ أكثر من حجمه، ولكن الهدف الأساسي سواء من البورصة أو الرقابة المالية هو ضمان حماية السوق. إذا ما شعرنا الأمور استقرت بشكل أفضل وأن هذه الإجراءات الاحترازية ليس هناك عائد من وراءها، بالتأكيد سنسرع في ذلك الموضوع، ولكن من خلال متابعة الفترة الماضية لا أعتقد أن الإجراءات الاحترازية قد عاقت التداول أو قد قللت من حجمه أو قد أثرت على مؤشره، ولكن على العكس قد قدمت حماية للمستثمرين، ولكن نريد مزيدا من الاستقرار حتى يكون القرار صائبا في ذلك التوقيت. البورصة المصرية كانت من أفضل البورصات العالمية أداء منذ بداية العام، هل تتوقع أن يستمر الأداء الجيد بالنسبة للبورصة خلال المرحلة المقبلة؟ هو أداء مرهونا بتطور الأوضاع الأمنية والسياسية. أعتقد ما ينقص عملية الانطلاق هو شعور الناس بالاستقرار ووضوح الرؤية، وأن هناك نوع من أنواع تقبل الرأي والرأي الآخر، وأن البلد بدأت مرحلة الانطلاق من خلال أجندة اقتصادية واضحة وحكومة محددة ومنتخبة. أعتقد هذه هي البداية، ليس للبورصة المصرية ولكن للاقتصاد المصري ككل.